الفيديو اللي قدامك ده في ناس بتبحث عن شيء غريب في المية، واللي في الصورة قدامك ده هو محترف التنس الأمريكي السابق مايكل فيشباك، واللي تحول إلى عالم بيولوجي ومتخصص في الحفظ، وعمل منظمة اسمها جريت ويل كونسيرفينسي، ودي لحماية أعداد الحيتان على الكوكب. كانوا بيبحثوا عن إيه بقى؟ عن حاجة اسمها دورة البراز، يعني بيبحث عن براز الحيتان في المحيطات. طب ليه بقى؟ لأن البراز ده بيغذي حاجة اسمها العوالق النباتية، ودي كائنات حية دقيقة تشبه النبات، بتساعد في مكافحة تغير المناخ، وده بسبب انها بتمتص كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبتنتج في نفس الوقت كمية كبيرة جدا من الاكسجين. فالاضطراب المناخي الناتج عن النشاطات البشرية هو في الحقيقة تغير للمناخ، وتقريبا 90% من ارتفاع درجات الحرارة بتحدث في المحيط كما يقول العلماء. عشان كده المنظمة دي بتقوم بالبحث عن براز الحيتان ده يوميا، وبيجمعوه كجزء من روتينهم اليومي. وقال مايكل ان البراز ده بيحتوي على فوسفور وحديد ونيتروجين، بيمتزج بالمغذيات الموجودة في قاع المحيط اللي بتصعد للسطح، وبذلك بتزدهر العوالق النباتية دي. والبراز ده بيمثل مادة الحياة في المحيط من وجهة نظره. في المقابل بقى العوالق النباتية دي بتعمل على اطعام حاجة اسمها الكريل، والحيتان بتاكل الكريل ده فيما يصل لأربع أطنان منه في اليوم الواحد، وهكذا تستمر الدورة. وبيتم إرسال العينات اللي تم جمعها دي للمختبر لعمل قياسات والحصول على فكرة عامة عن صحة الحيتان. ولذلك العلماء بيقولوا إن هذه الحيوانات هي التي تقدم خدمة عامة للبشر لبقائهم على قيد الحياة. لو أول مرة تشوف الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.